قام أعضاء الفريق الطبي بالبعثة الطبية بمكة المكرمة بتفقد الحالات المرضية بالمستشفيات السعودية، والتي وصل عددها إلى 32 حالة، وذلك للوقوف على الحالة الصحية لهم. وقد وصل عدد المترددين على العيادات الطبية للبعثة المصرية لأكثر من 25,300 حاج لتلقي الخدمات العلاجية والوقائية لهم. مستشفى النور التخصصي واحد من 8 مستشفيات بمكة المكرمة تستقبل الحالات المرضية من الحجاج المصريين، وقد بلغ عدد المرضى بها إلى 40 حالة. تم تقديم الخدمات العلاجية والتدخلات الجراحية الدقيقة لها من قبل كوادرها الطبية بالتعاون والتنسيق مع البعثة الطبية المصرية، وتم خروج معظم الحالات عدا حالات 3 يتواصل تقديم الخدمة العلاجية لها على مدار الساعة. احنا الحمد لله مستشفى النور تبقى منها 3 حالات فقط، هي استقبلت عدد حالات منذ بدء المناسك الى الان 40 حالة تم دخولها المستشفى، 8 حالات لقسم الطوارئ، وتم الخروج الفوري بعد ما لاحظتهم واخذ العلاجات والعلاجات اللازمة ليهم وخروجهم من قسم الطوارئ. المتبقي من الحالات 32 حالة دخلوا اقسام الداخلية باقسامها المختلفة، 29 حالة الحمد لله تم خروجهم وخروج تحسن وخروجهم من المستشفى، يتبقى 3 حالات فقط. احنا النهارده جايين عشان نتابع الحالات دي والوقوف على اخر المستجدات الخاصة بيها، عشان باذن الله يعني نشوف حالتهم ايه ونقدر ان احنا يسافروا والعودة بسلامة الله الى الوطن ان شاء الله باذن الله، ومن ضمن حالة واحدة في العناية المركزة. انما الحالة العامة بالنسبة للثلاث حالات مطمئنة ومستقرة، وان شاء الله يكون يعني نقدر ان احنا نتواصل مع الحالات لغايه اخر وقت لبيان موقفها قبل الرجوع الى مصر الحبيبه ان شاء الله باذن الله. الحالات المرضيه 3 من الحجاج المصريين، بالرغم من انها حالات تحتاج الى عنايه وتدخلات جراحيه دقيقه، الا انها حالات مستقره ويتم علاجها والتنسيق لرجوعها الى ارض الوطن بسلامه الله. في حالة جراحة مخ وعصبة اللي كنا بنقول ليها في الرعاية المركزة، الحالة دي كانت عاملة تفريغ خراج في المخ، كانت تعبت قبل المشاعر، دخلت عملت تفريغ خراج في المخ جراحة مخ وعصب، ويعني الحمد لله درجة الوعي بتاعتها بتتحسن، مش على تنفس صناعي، الأمور تعتبر مستقرة. في حالة تانية كبد وجهاز هضمي، دي كانت جاية بنزيف من الشرج، والحمد لله الأمور دلوقتي أحسن، عملت منظار وأمورها مستقرة وبتتجهز برضو للخروج بعد استقرار الحالة. في حالة تالتة دي من مرضى منومين في الطوارئ، الحالة مستقرة برضو تحت المتابعة برضو. المرضى من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة التي قدمت لهم، داعين الله بالقبول والعودة إلى أرض الوطن. شد حيلك بقى عشان كده عشان تيجي معانا اهو. ها احنا جينا عشان تقومي بالسلامة وترجعي معانا ان شاء الله، مش هنرجع الا وانت معانا باذن الله. ان شاء الله. ها ان شاء الله، مش محتاجة حاجة. ها احنا جايين نطمن عليكي، وكل يوم هنجي لك ان شاء الله لغاية لما تيجي معانا باذن الله. ان شاء الله، الف سلامة ليك، الف سلامة ليك. الكل هنا في صراع مع الزمن، سواء على مستوى البعثة الطبية المصرية أو السلطات السعودية، لتوفير الخدمات العلاجية العاجلة والتدخلات الجراحية لسرعة شفاء الحجاج المصريين وعودتهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.